ويسعدني أن أرحب هنا بالاستوديو بضيفي المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري. سيدة العميد، مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا في الاستوديو الآن. أهلا وسهلا بك وبكل الأخوة المشاهدين. جميل أن نشهد بنغازي هادئة آمنة بعيدة عن الإرهاب، وكل هذا بجهود الجيش الليبي. ماذا الجهد الذي قدمه الجيش الليبي لكي نعيش مع بنغازي هذه الأيام الجميلة مرة أخرى؟ نعم، بالأحرى ماذا قدمنا من أجل هذه اللحظة، من أجل أن يكون، على فكرة هي ميناء بنغازي قد يكون المصطلح الصحيح الآن مواني بنغازي، هي مجموعة مواني متصلة على مسافة حوالي أقل من حوالي من أكثر من 40 كيلومتر. هذه المواني قدمنا الكثير من أجل هذه اللحظة، ومن أجل تأمين أهم ميناء تجاري في ليبيا وأكبر ميناء تجاري في ليبيا، ميناء بنغازي. قدمنا شهداء نترحم عليهم في هذه اللحظات، ندعو لجرحانا بالشفاء العاجل، الذين نجني ثمار تضحياتهم الآن. أولا، ميناء بنغازي أو مدينة بنغازي هي العاصمة الاقتصادية لليبيا، وبافتتاح الميناء وبتأمينه واستقباله للسفن بإذن الله سيعم الرخاء، وسيكون هناك رافد اقتصادي قوي جدا، سواء لنقل السلع أو نقل المواد إلى ليبيا أو لتصدير خارج ليبيا. هذه الخطوة قدمنا حقيقة معركة استمرت تقريبا 3 سنوات وعدة شهور، قدمنا فيها 5000 وحوالي 600 شهيد بطل من أبطال القوات المسلحة والقوة المساندة. معناها هذا الرقم يقابل آلاف اليتامى وآلاف الأسر، طبعا آلاف الأسر التي فقدت أبنائها في هذه المعركة. ولكن من أجل هذه اللحظة أن تكون بنغازي آمنة وتكون ليبيا آمنة مستقرة ويعيش المواطن حياة كريمة، فإن الثمن صح غالي وكبير جدا، ولكن يجب أن يدفع من أجل هذه الكرامة. الجيش الليبي قدم تجربة خاصة بمقارعة الإرهاب والإرهابيين ومحاولة الإرهاب التمدد أكثر في ليبيا. اليوم بالإعلان أنه ليبيا وبالإعلان أنه بنغازي أصبحت آمنة، هل يمكن القول بأن ليبيا أصبحت عصية على الإرهاب وعلى الإرهابيين؟ أولا، نحن اليوم نقدم درس ثاني ونسير على خطى الأجداد الذين حاربوا إيطاليا بأقل الإمكانيات وبانعدام إمكانيات. حقيقة اليوم نحن قتلنا الإرهاب بأقل الإمكانيات، ولكن العزيمة والإرادة صنعت الفارق في هذه المعركة. كذلك الكفاءة العسكرية والوطنية لدى العسكريين ولدى القوة المساندة صنعت فارق كبير جدا. تمكننا بعتاد قليل وبذخيرة قليلة جدا برجال عدد قليل جدا من اليوم نصل إلى السيطرة أو تحرير، أو بالأحرى أفضل تعبير هو تطهير المنطقة المحصورة من ساعة شرقا حتى سرت، ومن سرت حتى وسط ليبيا وجنوب ليبيا، وهناك الآن معارك تقوت القوات المسلحة في غرب ليبيا ضد الإرهاب. أولا صحيح، يجب أن أؤكد على شيء واحد مهم، أن نحن في القيادة العامة القوات المسلحة أو في الجيش الوطني الليبي لدينا مبدأ عام، لا نقاتل ليبي أو مدينة ليبية أو قبيلة ليبية أو سياسي ليبي، لا بالعكس، نحن ندعم هذه ونحمي كل هذه المكونات، ولكن نقاتل الإرهاب الذي حمل البندقية وخرج بها إلى الشارع وقتل بها بشكل عشوائي وابتز بها الناس وحاول السيطرة بها على الحكم وحاول بها السيطرة على النفط الليبي ووضع ليبيا تحت سيطرة الدول الأجنبية كذلك. هذا هو العدو الذي نقتله الآن، وبالتالي المعركة مستمرة، لازلنا في موقعنا، لازلنا في خناطقنا لحتى هذه اللحظة، ونوجه للليبيين أن القوات المسلحة لن تأخذ ليبيا ولن نتراجع عن هذه المعركة. سيدة العميد، في هذه النقطة بالتحديد المعلومات التي تفيد بأن أفراد داعش قد فروا باتجاه الصحراء، نعم، كيف تتعاملون معهم؟ أولا، ليبيا دولة شاسعة جدا، دولة كبيرة جدا، وحوالي 80% من الأراضي الليبية هي أراضي صحراوية قاحلة يعني. نحن الآن نتابع تواجدهم في الصحراء في كل مواقع، يتنقلوا بشكل سريع، يتنقلوا بشكل مستمر، يعتمدون الآن استراتيجية الحركة المستمرة من أجل التخفي عن أعين القوات المسلحة، ولكن القوات الجوية والقوات حتى الجوية صديقة نستعين بها في بعض اللحظات لاستهدافهم ولتدمير ما تبقى منهم في الصحراء. نعم، طيب من خلال خبرتكم في مواجهة المظاهر الإرهابية، يعني ماذا لمستم، أي طريقة بالتحديد اعتمدها داعش لكي يعني
للعب إن صح التعبير بعقول الشباب الليبي؟ أولا شيئين هامين. الشيء الأول اعتمد على الإعلام والبروباغندا الإعلامية الكبيرة جدا الهالة التي أضفاها على أعمال الإرهابية، بدأ يسوق لذبح مواطن وهو محرف في كل التشريعات وفي كل الأديان أنه عمل حلال وعمل بطولي وعمل من أجل الإسلام وهو ضد الإسلام في الواقع. الإعلام طبعا مبهر، وخاصة في السنوات الأخيرة الإعلام أصبح له دور قد يكون تغير الآن من السلطة الرابعة إلى السلطة الثانية والأولى. الآن الإعلام يسقط في رؤساء دول، استغلوا الإعلام استغلال كبير جدا. حاجة أخرى مهمة جدا، أن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن هذه المقاطع اللي نشوف فيها أو الإصدارات اللي تصدر عن تنظيم داعش وتنظيم القاعدة تكون من صنع عشوائي. هذا صنع محترفين، وهناك شركات وآلات كبيرة، آليات كبيرة جدا لإخراج هذه الإصدارات. الشيء الثاني، في ليبيا اعتمدوا المال. كثير من الشباب عطينا العمل، الكثير يحلم أن يكون لديه مال، والمال جاء بشكل سريع. وشيء آخر الأخطر من ذلك ليس على الشباب الليبي فقط، أن تعرفين مثلا العامل التونسي لما يدخل ليبيا يعمل ب 500 دينار في الشهر، فهو يأخذ 500 دينار في اليوم مع تنظيم داعش، يأخذ في ألاف، بعد ذلك يقنعوه أنه يقدم في عمل بطولي من أجل الإسلام فيتطوع. وبالتالي هناك التجنيد للعمالة الموجودة في ليبيا أو للأفارقة الذين يمرون على ليبيا، عندما تم القبض عليهم هذه الجماعات يقوموا بتجنيده بالمال، لإغراب المال، بالخوف أو بالرعب الذي يبثوه من خلال إعلامهم المفبرك. فيما يخص أيضا احتلال داعش لبعض المناطق، دعنا نتحدث عن موضوع الهلال النفطي. عمليا كيف هو وضعه الآن اليوم؟ لا، الهلال النفطي الآن آمن. طبعا احنا هو أصلا خليج، اسمه الحقيقي في الخرائط الليبية خليج السدرة. الآن آمن بالكامل. احنا عندنا ثلاث نقاط مهمة في هذا الجانب، عندنا المواني والمنشآت النفطية التي هي على البحر، لدينا الشركات الموجودة بجانب هذه المواقع، لدينا خطوط نقل البترول اللي تمتد ل 400 كيلومتر و 500 كيلومتر و 200 كيلومتر، يعني أقل مسافة قد تكون 150 كيلومتر، ولدينا الحقول النفطية في الصحراء. هذه بالكامل، هذه المنطقة هي 80% من النفط الليبي يقع في شرق ليبيا في إقليم برقة. وبالتالي نحن الآن القيادة العامة أمنت بالكامل. ولكن داخل المنشآت، داخل الموانئ، داخل الحقول لا تدخل القيادة العامة على الإطلاق. هناك شركات لديها أجهزة أمنية خاصة بها، وهناك جهاز يسمى جهاز الحرس المنشآت النفطية، هو الذي يتولى تأمين الشركات من الداخل وتأمين العاملين في هذه الشركات. وهذا طبعا أسلوب قديم، يعني مش من الآن يعني. نعم. طيب سيادة العميد، بكون حضرتكم متحدث باسم القوات الليبية، كيف تنظرون إلى الشباب الليبي الآن؟ ما الذي يحتاجه بالتحديد شباب ليبيا؟ والله الشباب الليبي يحتاج الكثير، وخاصة عندما تزور دول أخرى وتطلع على ثقافات قريبة منا جدا، عربية إسلامية، تجد فيها تطور كبير جدا. فبالتالي أعتقد أن الشعب الليبي أو بصفة عامة يحتاج الكثير من المشاريع التنموية، ويجب أن نعتمد في الفترة القادمة على تطوير التعليم والصحة وقطاع الرياضة، لكونه هو أكبر قطاع يضم الشباب. كذلك أن تقدم للمواطن الخدمات بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وبطريقة علمية ومفيدة. نحن نعاني الآن مثلا القطاع الصحي في ليبيا منهار جدا، يعني ممكن هناك لدينا خبرات في الأطباء ولدينا خبرات في التمريض وكذا، ولكن ينقصنا الأدوات والمعدات. نحن وليبيا الآن تحتاج لشخصية وطنية، عندما يصل إلى منصب الرئاسة ينسى أنه من قبيلة كذا أو من منطقة كذا أو من العائلة كذا أو من الحزب كذا. تحتاج إلى شخصية وطنية لقيادة البلاد، من الفوضى الأمنية إلى الاستقرار الأمني، من الكساد الاقتصادي والدمار الاقتصادي لصار في حلب الاقتصاد الليبي إلى اقتصاد ناشي ولدينا الإمكانيات الحمد لله للقيام بذلك. نحتاج إلى رئيس وطني وشخصية وطنية تنقل الطلبة من التعليم الغير مفيد الآن إلى تعليم نموذجي مطبق في دول أخرى. وبالتالي نحن نحتاج الكثير لخطة تنموية حقيقية لإعادة ليبيا إلى سابق عهدها. طيب حضرتكم كقيادة عسكرية، كيف يمكن أن تبثوا الأمل في نفوس الشباب؟ ماذا تقولون لهم شباب ليبيا؟ أولا أنا وجه خطاب للشباب الليبي، وخاصة في المدن التي لا زالت فيها ميليشيات، أن الدولة لا تحتاج إلى السلاح،
والدولة لا تحتاج إلى كثير من الجيش، الدولة تحتاج إلى مهندسين وتحتاج إلى أطباء، تحتاج إلى مقاولين، إلى شركات، إلى تحتاج إلى عنصر مدني يعمل بشكل مدني، وبالتالي يجب أن يتوجه يترك السلاح ويتوجه إلى جامعاتهم ويرجعوا إلى مدارسهم ويرجعوا إلى سابق أعمالهم، باعتبار أن هذا العمل المدني هو أكثر قد يكون فائدة في مرحلة ما من العمل العسكري، والعسكري لديه محترفين ولديه أشخاص أو شخوص المعروفين قانونيا وإداريا. الشيء الآخر مهم جدا، من عليه يرغب أن يحمل السلاح وأن يبقى شخصية عسكرية وأن يرتدي ويفتخر بالبدلة العسكرية؟ أهلا وسهلا به، لدينا مراكز تدريب تعمل ولدينا الكليات العسكرية تعمل. يمكنكم تبني هؤلاء. ممكن نتبنى مئات الألاف، نحن لازلنا نحتاج للكثير، نحن نعطيك نقطة واحدة في الجيش الليبي، نحتاج لجند يستطيعون تأمين 4000 كيلو متر الصحراء حدود برية، تحتاج إلى حوالي قريب 10,000 أو 12,000، وبالتالي أي شخص يريد أن يلتحق، أي شاب يريد أن يلتحق بالقوات المسلحة يتفضل. شو المستوى التعليمي أولا؟ يجب أن تحترم ذلك، تحترم القوانين المنظمة للدخول للقوات المسلحة وللشرطة، وبالتالي إذا كانت تطبق عليك هذه الشروط فتفضل. أنت ليبي من حقك مثل حقك أن تتعلم، أن تنتمي للعمل الذي ترغب فيه، من حقك أن تسافر، أن تقوم بتجارة، أن تقوم مشاريع صورة ومشاريع كبرى. سوف يتلقون تدريبات معينة. نحن لدينا الآن 7 مراكز تدريب تعمل بشكل جيد، لدينا مراكز تدريب خرجت الآن 6 دفعات من 2014 لحد الآن، لدينا الكلية العسكرية تعمل بشكل ممتاز جدا، الآن خرجت الدفعة 51، دفعة 50، والآن دفعة 51 متقدم، ولدينا دفعة 52 مستجد، لدينا دفعة طلبة سيتم الآن استلم للخارج لتلقي تعليمهم العسكري في الخارج، هناك ثورة حتى داخل المناهج العسكرية الآن لتطوير الفكر أو الثقافة العسكرية من ثقافة الجندي المستميت على السلاح إلى ثقافة الجندي الذي يستطيع استعمال هذا السلاح في كل المراحل. هل تضمنون باختصار سيدة العميد مستقبل آمن لليبيا؟ بالتأكيد. تضمنون للليبيين مستقبل آمن وتقدم سليم وآمن؟ بالتأكيد، هذه هي مهمة أي جيش في أي دولة، ولكن بشرط أن يثق الشعب الليبي في قوات المسلحة، وأن يعرف الشعب الليبي أن هذا المجال مجال القوات المسلحة لا يستطيع أن يعمل فيه أجنبي أو من دول الجوار، لا يستطيع يعمل فيه واحد لا ينتمي فكريا وثقافيا وليس ولا للدولة. هؤلاء العسكريين ولا أهم لليبيا ولا أهم الوطن، مستعدين لتنفيذ أمر الموت من أجل الشعب الليبي. سعدت بهذا الحوار معك سيدة العميد، شكرا جزيلا لك. المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، شكرا لك. شكرا، بارك الله فيك.